السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي ان شاء الله هعمل معاكم بسكويت اليانسون، طريقة سهلة جدا وبسيطة وان شاء الله مرضية، بقالي سنين بعملها وبجربه وبيطلع زي العسل، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. دلوقتي معايا بقى 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، معايا 3 معالق سمسم، معايا 3 معالق يانسون. اليانسون انا غسلاه كويس جدا ومش مهم ان هو يكون ناشف، عادي لما يكون مبلول. معايا 4 بيضات وكوباية سكر وكوباية زيت، والكوباية اللي عيرت بيها الدقيق وفانيليا طبعا، والكوباية اللي عيرت بيها الدقيق هي الكوباية اللي بعير بيها السكر والزيت. معايا بقى هنا البيض، حطيت عليه الفانيليا وهضربه لحد ما يعمل معايا فوم كبير وكمان لونه يفتح. معلش انا بجري الفيديو عشان الفيديو بس ما يبقاش طويل عليكم. خلاص هو زي ما قلت لكم، هو قوامه يعني ضعف وكمان لونه افتح، وحطيت عليه السكر لحد ما احس ان السكر داب والقوام بتاعه كمان تقل اكتر. هبتدي بقى انزل عليه الزيت، يعني كل ما احط مكون هضرب شوية. تمام، شايفين قوامه بقى عامل ازاي. هحط بقى دلوقتي الزيت، هحطه بالراحة، بس هو طبعا الفيديو بيجري فمش باين ان انا حطه بالراحة، يعني حطه واحدة واحدة وهقلب او هضرب بالمضرب، وبعد كده هحط اليانسون. وزي ما قلت لكم كل ما هحط مكون هضرب شوية بالمضرب. الطريقة دي سهلة جدا وانا بعملها زي ما قلت لكم بقالي سنين، وبيطلع جميل جدا وتحفة زي بتاع الافران بالظبط، يمكن كمان احلى. تمام، خلاص خلصت كله. هبتدي بقى اجيب الدقيق اللي انا حط عليه رشة ملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، واحط عليه خليط البيض والسكر والزيت وكمان السمسم، وهقلبهم او هضربهم بالمضرب لحد ما كله يختلط مع بعضه، والخليط هيبقى تقيل كده زي ما انتوا شايفين، هيبقى اتقل من خليط الكيك. ومعايا صينية المونيوم متبطنة بالزيت وبالدقيق، والخطوة دي مهمة جدا، لو ما عملناش كده القالب بتاعنا مش هننفع ننزله من الصينية ولا هنعرف نقطعه. تمام، هفردها بقى كويس جدا وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهعملها معاملة الكيك عادي خالص، مش هفتح عليها غير بعد 30 دقيقة، وهختبرها بالخلة، لو لقيتها الخلة طالعة نظيفة او بسكينة او بأي حاجة خلاص يبقى هي كده استوت. هطلعها بره الفرن لحد ما تهدى خالص، وبعد كده هبتدي اقطعها. منقطعهاش وهي سخنة علشان ما هيتفرفت مننا مش هنعرف نقطعه التقطيع اللي احنا عايزينها. هو كده خلاص برد معايا، وانا جبت السكينه بقى مشرشره، مهم جدا برضو ان انت يبقى معاكي سكينه مشرشره علشان تعرفي تقطعي كويس، دي بتبقى احلى في التقطيع. هقطعه كده زي ما انتوا شايفين 4 قطع، وهبتدي بقى اقطعه صوابع، وهنزل بالسكينه، مش هقطع انا، هنزل بالسكينه كده، اضغط بالسكينه كده، لو قطعت ومشيت السكينه في الكيك هيفرول معايا، فانا هنزل بالسكينه كده واضغط واقطع. المقاس ده كويس، هو ده المقاس اللي بيتباع في الافران، وهو بيتباع في الافران غالي مش عارفه ليه، مع ان هو مش مكلف خالص، ويمكن هو بس عشان بيستهلك غاز كتير، بس انا هقول لكم دلوقتي على طريقه تخليه ما يستهلكش معاكم غاز. انتوا دلوقتي بعد ما تقطعوه هترصوه في الصينيه وهتدخلوه الفرن، هتعملوا حاجه بقى اللي هي بقول لكم عليها اللي مش هتخليكم تستهلكوا غاز كتير. هتولعوا الفرن على درجة حرارة عالية جدا، اعلى درجة، لمدة 5 دقايق، وبعد كده هتدخلوا الصينية فيها في الفرن وتسيبوها لمدة حوالي يعني من دقيقة ل3 دقايق. تمام، وبعدين تطفوا الفرن وتسيبوا البسكويت جوه لحد ما الفرن يبرد، وهو كده هينشف معاكم من غير ما يتلسوع منكم، من غير ما ناخد غاز كتير، ومن غير كمان ما لونه يغمق. ودي طريقة انا مجرباها، لان الاول كان بيتحرق مني وبيتلسع مني لما كنت بحطه في الفرن، وبعد اقلب بقى على الوش ده شوية والوش ده شوية، لكن انا بقى لقيت الطريقة دي احلى حاجة، بعلي الفرن خالص على اخره، وبعدين ادخله كام دقيقة، وبعدين اطفي عليه الفرن زي ما قلت لكم الاول، وبيطلع معايا جميل جدا. وبصوا شايفين لونه حلو قوي ازاي، وطعمه تحفة وريحته جميلة جدا، ان شاء الله تجربوه يعجبكم وتدعوا لي دعوة حلوة ان شاء الله. جميل جدا اهو زي ما انتوا شايفين، يا رب تجربوه يعجبكم وناشف، شايفين ناشف ازاي مش بيتكسر.
يا رب تجربوه يعجبكم. وما تنسوش بقى اللي داخل القناة لأول مرة ما ينساش يدوس على الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من القناة عندي، وأشوفكم فيديوهات تانية على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.